السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الثانية في تطوير تطبيقات الأندرويد، في المحاضرة هاي راح نحكي عن عدة مواضيع، منها حنحكي عن الأندرويد لايف سايكل، حنحكي بشكل مختصر عن الأندرويد فيو وعن الدرابل وعن الكلاس والأوبجكت وعن الاندرويد موديل، وفي الاخيره راح في الاخر راح نحكي عن الجافا موديفاير او المعرفات في الجافا. طبعا بعض الامور هاي يعني قد تكون مرت عليكم سابقا، لكن عشان نكون بديين واحنا متاكدين انه الجميع عندهم يعني خلينا نقول الجميع عندهم علم في هاي الامور. في البداية بدنا نحكي عن الأندرويد لايف سايكل. إيش هي الأندرويد لايف سايكل باختصار؟ هي عبارة عن دورة الحياة اللي بمر فيها تطبيق الأندرويد، من اللحظة اللي بيبدأ فيها التطبيق يشتغل لعند اللحظة اللي بنسكر فيها التطبيق. طبعا دورة حياة تطبيق الأندرويد بمر في عدة مراحل، هي 7 مراحل، من ضمنها عند يعني لما بفتح التطبيق، لما بنتقل من شاشة إلى شاشة، لما بسكر شاشة وبروح لتانية. هذا كله بنحكي عنه دورة حياة تطبيق الأندرويد. طبعا دورة حياة تطبيق الأندرويد بشكل عام زي ما حكينا بتتشب أو بنمثلها في 7 في 7 خلينا نحكي 7 مراحل. بتبدأ في الأون كرييت وبتنتهي في الأون ديستروي. طبعا الأون كرييت إيش معناها؟ يعني إذا جينا ناخدها كاسم، فمن اسمها هي في مرحلة الإنشاء. فالتطبيق بمر في 7 مراحل بشكل متتالي، اللي هو خلينا نحكي مثلا أون كرييت، بعدها الأون ستارت، بعدين الاون ريزيوم، وبعدها الاون باز والاون ستوب والاند ستروي. في مرحلة إعادة تشغيل التطبيق في عنا مرحلة، أو في عنا خلينا نحكي خطوة بنحكي عنها الاون ريستارت، وهي اللي بتصير لما أنا بعيد تشغيل تطبيق الأندرويد. طبعا هاي المراحل لما نشرح عنها عملي راح تكون واضحة بشكل أفضل لكم. طبعا وبما انه عندي زي ما حكينا، بما انه عندي تطبيق وسجلنا للصورة هنا، هاي الصورة بتوضح بشكل افضل ايش هي دورة التطبيق او دورة حياة تطبيقات الاندرويد، وين بيبدأ وين بينتهي. فزي ما احنا شايفين، بمجرد انا ما اضغط على ايقونة التطبيق وبيمر في مرحلة الاون كرييت، بعدها بيعدي لمرحلة الاون ستارت، بعدها الاون ريزيوم، هي لما بتكون عندي الواجهة، واجهة التطبيق صارت قابلة للرؤية. يعني باختصار لما المستخدم يشوف واجهة التطبيق، هاي هي مرحلة الريزيوم. مرحلة إغلاق التطبيق بتبدأ في الأنباز، بعدها الأنستوب، بعدها الأندستروي اللي هي بتكون آخر مرحلة من مراحل إغلاق التطبيق، وبعدها بيكون التطبيق وقف بشكل كامل. طبعا في عند الاون ستوب زي احنا شايفين هنا، في عنا مرحلة معينة بترجع للاون كرييت. اذا انتم ملاحظين السهم هاد، هو راجع من المنطقة هاي للاون كرييت، وفي مكان تاني اللي هو راجع من الاون ستوب لعند الاون ستارت. من عند الاون ستوب للاون ستارت، هاي هي اللي بيه او الاون ستارت، هي هذه اللي بنحكي عنها مرحلة اعادة تشغيل التطبيق، او هي باختصار الاون ريستارت. تمام. هاي الامور بما يعني او السبع ميثود هاي اللي بتعبر عن دورة حياة التطبيق الاندرويد، مش شرط نستخدمها كلها في تطبيقنا. يعني مثلا ممكن يكون عندنا في كل التطبيق احتاج اتعامل مثلا مع الاون كرييت والاون ديستروي فقط، او ممكن احتاج اتعامل مع الاون كرييت فقط. مش يعني انه في سبع ميثود بتعبر عن دورة حياة تطبيق الاندرويد انه لازم استخدم السبع ميثود هاي. هي فقط يعني احنا بنحكي عنها الان عشان تكون فاهم تطبيق الاندرويد تبعك كيف بيشتغل.
بالنسبة هذا هو بالنسبة اللي هو دورة حياة تطبيق الأندرويد. إذا حبينا نحكي عنها بشكل عملي يكون أفضل مباشرة. فإذا جينا لتطبيق أندرويد زي ما احنا شايفين، في عنا أول ميثود مبينة اللي هي الأون كرييت. لو جينا نعبر عن الميثود الموجودة هنا أو مراحل تطبيق مراحل التشغيل بشكل عام، فإحنا في عنا مثلا ميثود اللي هو الأون باز، في عنا كمان ميثود الأون الأون ستارت، وفي عنا الأون ريزيوم، في عنا الأون ريستارت، في عنا الأون الأون باز، في عنا اللي هو حكينا الأون كرييت، الأون باز، الأون ريستارت، الأون ستوب. تمام، في عنا آخر واحدة الأون ديستروي اللي هي لما التطبيق بيوقف بشكل نهائي. فلو حبينا نشوف مثلا تأثير كل واحدة على تطبيقنا وين بيكون، خلينا نطبع اللوكات على بشكل سريع. فأنا بدي أحكي string مثلا tag، والتاج هذا بدي أحكي له نسمي ms على أساس أستخدمه في الطباعة. فهنا بدي أجي أحكي في الـ unrestart أو الـ unpause log dot e. خلينا أعمل run بس عشان لين ما خلص يكون اشتغل. تمام، فحنطبع تاج عفوا اسمه تاج، انا احكي on pause. انا خلينا نطبع كمان واحدة نحكي عنها on start. هنا كمان واحدة الرزيوم. هنا كمان واحدة خلينا الريستارت. الانستوب. وأخيرا الاون ديستروي. تمام، الآن لو أنا رجعت شغلت تطبيق الأندرويد تبعي، بدي أشوف هاي المراحل اللي بيمر فيها التطبيق تبعي إيش هي. خلينا نطبع اللوكات على الإيرور. تمام، الآن لما فتح التطبيق عنا مرحلتين مر فيهم التطبيق اللي هي الأون الأون ستارت. تمام، في عندي الأون ريزيوم. ليش؟ لأنه التطبيق صار في الوجه، فبما انه صار بالوجه معنا خلينا نرتبهم. بما انه صار في الوجه بمعنى انه التطبيق بدأ يشتغل، فاستدعى دال او استدعى الفانكشن اللي اسمها on resume، واستدعى الفانكشن اللي اسمها on start. طبعا الon start استدعاها ليش؟ لانه اصلا التطبيق بدأ يشتغل من الاساس. خلينا بس عشان يكون واضح بشكل افضل، تمام. الآن هاي التطبيق عندي بالوجه. الآن في أنا التطبيق أصلا مشتغل، يعني هو التطبيق اشتغل من البداية. تمام، فمعنى الكلام استدعى الأون ستارت في البداية. ليش؟ لأنه التطبيق ما كان شغال، فهو اشتغل فاستدعى اللي هو الفانكشن اللي اسمها أون ستارت. بعدها استدعى الفانكشن اللي اسمها أون ريزيوم لما صار التطبيق متاح عندي أو الواجهة جاية في الخلفية. لو طلعنا من التطبيق بالشكل هذا، هو استدعى الدالة اللي اسمها on pause. ليش؟ ما استدعاش الباقي، ما استدعاش ال on destroy، استدعى ال on pause وال on stop. ليش ما استدعاش ال on destroy؟ لأنه التطبيق فعليا موجود في الخلفية. تمام، هو ضايل التطبيق موجود في الخلفية، لكن لو أنا شلت التطبيق استدعى الفانكشن اللي اسمها ال on destroy. هلقيت لو رجعت لقيت لو رجعت شغلت التطبيق تاني راح يرجع يستدعي لي الاون ستارت والاون ريزيوم. ليش حكينا الاون ستارت؟ لانه التطبيق اساسا ما كان شغال. لكن لو رجعت طلعت التطبيق ورجعت له من الخلفيه برضه، ايش راح يستدعي؟ راح يستدعي لي الاون ستارت
بعدها الاون ستارت بعدها الاون ريزيوم. ليش استدعى بهذه الطريقه؟ لانه زي ما حكينا التطبيق كان شغال اصلا وموجود في الخلفيه، فهو استدعى. اذا احنا عفوا اذا احنا طلعنا هنا فالاون ريستارت ايش بصير؟ يروح بيستدعي في البدايه، بيستدعي الاون ستار الاون ريستارت، والاون ريستارت بتستدعي الاون ستارت، بعدين الاون ريزيوم، بعدين بتبدا الشاشه تشتغل. تمام. مهم جدا تعرفوا الامور هاي لانه ممكن تحتاجها في مواضيع كتير مهمه زي مثلا البروجرس بار وما الى ذلك. للتوضيح كمان مره خلينا نجيب هاي، نطفي التطبيق بشكل نهائي، نمسح هاي، نرجع نشغل. طبعا خلينا نجيب هاي. طبعا في الحاله الاولى لما بشغل حيستدعي الاون ريستارت، بعدها حيستدعي الاون ريزيوم. طبعا عشان بس الاون كرييت ما نكون نسيناها، خلينا نحكي هنا جوا الاون كرييت. طبعا الاون كرييت جميع او الكود البرمجي اللي بتم تطبيقه في الاون كرييت. طبعا احنا بنستنى بس يشتغل. تمام. واستدعى الاون كرييت، هي اذا رجعنا هنا نشوف يحن بيستدعي في البدايه الاون كرييت، بعدين الاون ستارت، بعدين الاون ريزيوم. وهذا هو فعليا اللي صار هنا، هو لما بدا يشتغل استدعى الاون كرييت، بعدين استدعى الاون ستارت، بعدين الاون ريزيوم. الان لو بدنا نحط التطبيق في الخلفيه، مفترض يستدعي الاون باز والاون ستوب. تمام. لو بدنا نوقف التطبيق نهائيا راح يستدعي الاون ديستروي، وهي معناها انه التطبيق وقف. تمام. طبعا ايش بفيدني الامور هاي؟ لو انا افترضنا عندي مثلا بروجرس ديالوج، خلينا نحكي مثلا خلينا نحكي هنا في عندي بروجرس ديالوج وحكي له بروجرس ديالوج يساوي نيو بروجرس ديالوج this progress dialog dot set title مثلا progress، وأحكي ل progress dialog dot show. تمام. الحين إيش بفيدني؟ لو فرضنا إنه أنا لما بدي اليوزر يطلع من الشاشة هاي، بدي يوقف ال progress dialog. مثلا لما التطبيق يصير في الأون وضع الأون ريزيوم يوقف ال progress dialog مثلا. فهاجي هنا على البروجرس ديالوج على الريزيوم عفوا، واحكي له مثلا اف البروجرس ديالوج دوت از شاو، اقول له البروجرس ديالوج دوت ديسمس. تمام. خلينا نشوف لو طبقنا ايش بصير. أنا محتاج أعمل رن كمان مرة. تمام. عفوا احنا بدنا في الأون باز، بدنا إياه يوقف في الأون باز. هو فعليا ما بيشتغلش التطبيق، أو عفوا ما بيشتغلش. ليش؟ لأنه هو أصلا بيستدعي الأرزيوم، فهو لما بيستدعي الأرزيوم بوقف الهاي. احنا بدنا إياه في الأون باز، لما يطلع من التطبيق يوقف لي البروجرس ديالوج. تمام. هنا. تمام. يعني لو شفت التطبيق عندي راح اشوف انه في عندي البروجرس ديالوج شغال. لو وديت التطبيق على وضع الاون باز راح يوقف البروجرس ديالوج زي ما احنا شايفين. طبعا احنا حطينا هو ايقاف البروجرس ديالوج في الاون باز. تمام. فهو لما صار التطبيق موجود في الخلفيه البروجرس هاد وقف. طبعا نفس الفكره انه ممكن نعمل فانكشن ثانيه، زي مثلا لو عندي تتبع، مثلا لو عندي سيرفيس معينه بدها تشتغل لما التطبيق ينتهي او يروح من الوجه المستخدم. تمام. هذا هو بالنسبة لدورة حياة تطبيق الأندرويد. الآن في عنا الأندرويد فيو.
الاندرويد فيو المقصود فيها هي العناصر الاكثر استخدام، اللي هي مقصود فيها هنا يعني هي العناصر اللي بتستخدم بشكل، يعني خلينا نحكي الاكثر استخداما في تطبيقات الاندرويد بشكل عام. من هاي العناصر اللي هي البوتون او التكست فيو والايديت تكست، التشيك بوكس والراديو بوتون والايمج فيو والسبانر والريسايكلر فيو. طبعا راح نحكي عن كل وحده بشكل يعني سريع. خليني نجي هنا على المين مثلا، اجيب هاد هنا اساس يكون عندي طلع عليها. تمام، الان خلينا نحكي اول شغله عن البوتنز في الاندرويد ستوديو. اول في عندنا البوتنز، طبعا طريقه كتابتهن في في ملف اللي اوت. لو جينا احنا هنا فكل اكتيفيتي، كل اكتيفيتي مقترنه في اللي اوت. لو جينا هنا على مجلد الريسورس في حاجة اسمها اللي اوت، هلاقي في ملف XML. هذا الملف طبعا مرتبط في اكتيفيتي معينة. هنا مثلا هو مرتبط في المين اكتيفيتي، لو ضغطت كنترول وجبت مؤشر عليها وضغطت هنا راح يوديني على الاكتيفيتي المرتبط فيها ملف الاكس او اللي هو الملف الاكس ام ال هذا. الان بدنا نحكي عن البوتونز. طبعا زي انتم شايفين اللي اوت الديفولت هنا هي constraint layout. الconstraint layout للتوضيح احنا في عندنا ثلاث انواع من layout، اللي هو بشكل يعني اساسي ثلاث انواع: linear والrelative والconstraint. افضلهم الconstraint. ليش افضل شيء نستخدم الconstraint؟ لانه بدعم موضوع تعدد الشاشات، يعني خلينا نحكي بدعمها بشكل كبير جدا. تمام، فالان انا موجود عندي اول شيء constraint layout، بدي احط فيها button اساس انه نشوف ايش البوتون. فبدي اعطيه حجم، عفوا راب، واعطيه مثلا تكست في تكست، احكي له التكست هاد خليه مثلا كليك على سبيل المثال. ممكن اعطيه تكست كلر، احكي له وايت مثلا، اعطيه تكست سايز مثلا خلينا نحكي 18 اس بي، اعطيه تكست ستايل بولد. ممكن اعطيه كمان خاصية بانه اضغط شيفت وعلى العلامة الجنب بالباك سبيس واعطيه مثلا بولد ايتاليك مثلا. تمام. اهم شغلة بتخص اي عنصر في الاندرويد بشكل عام انه بحتاج اي دي عشان اقدر اتعامل معه. فمفترض اعطيه اي دي، احكي له اي دي اللي هو بي تي ان مثلا هيك. تمام، فالان صار في عندي بوتون. البوتون هذا التكست اللي جواته كليك والاي دي تبعه بي تي ان كليك. اذا ملاحظين هنا هاي الضاوية احمر. ليش ضاوية احمر؟ لانه هذا constraint layout وفيش علاقات بتربط البوتون هاد في اي مكان في الكونسترينت. فانا مفترض الحين لو بدي احط هذا البوتون في منتصف الشاشه، مفترض مثلا احكي له التوب تبع البوتون او يعني قمه البوتون لقمه الشاشه اللي عندي. تمام، اساس اجيبه في النص بالضبط، يعني بدي اجيب البوتون هنا في المنطقه هاي يعني عند المؤشر بالضبط. فمفترض احكي له التوب تبع البوتون او سقف البوتون لسقف الشاشه وقاعده البوتون لقاعده الشاشه. فكيف بدي احكي له؟ بدي احكي له التوب تو توب اوف بيرنت والبوتون تو بوتون اوف بيرنت. فهيك صار موجود وين؟ في الاعلى وفي الاسفل. لو الان بدي اجيبه على الجهة اليمين، بدي اجيبه في المنتصف من ناحية الافقية مثلا، فبدي احكي له start to start of parent وال end to end of parent. فصار الزر موجود عندي في منتصف الشاشة. طبعا ممكن اشتغل عليهم في موضوع السحب، يعني احكي له مثلا انت تعال هين، انت هيك، انت هنا، انت هنا. طبعا هاي طريقة صحيح اسهل، لكن تحتاج انت تعرف كيف تربط الفيو مع بعض من خلال الكتابة. تمام، الان عشان نوصل لهذا البوتون فبدنا نحكي له، نيجي على المين اكتيفيتي بدي احكي له البوتون اللي اسمه بتاع كليك، واجي احكي له البوتون يساوي find the view by id r.id.btn click. لو حكيت له btn click.set
on click listener, new on click listener. احكي له مثلا test message, احكي له this is اللي هو الكليك button. تمام. طبعا اكيد اخذتوا الايفنت, الايفنت listener, انه انا بعمل listener على البوتون, فهذا اسمه ايفنت listener. تمام. هذا باختصار بالنسبة للبوتون. باقي الامور يعني بلاش نحكي فيها عشان ما تاخد وقت, لكن اي اشي راح نحتاجه راح نحكي فيه. ممكن نحكي عن ممكن يعني بشكل عام نحكي عن اللي هو الراديو بوتون, لانه في عندي راديو بوتون وراديو جروب. تمام. ثاني لو جيت ضغطت على الزر مفترض يجيب لي this is a click button. في شغلة مهمة حلوة اللي هي الراديو بوتون والراديو جروب. ففي عندي شغلة اسمها الراديو بوتون, الراديو جروب زي مثلا ماتش راب. ايش فايدة الراديو جروب هاد؟ الراديو جروب هاد خليني بس اعطيه توب اوف بيرنت عشان لحمة نروح. الراديو جروب فائدته انه انا بحط جوا اللي هو راديو بوتون, لكن ما بيقدر اليوزر الا يختار ايتم واحد. فعلى سبيل المثال بدي احكي له في عندي الراديو بوتون, خليني احكي ماتش وهنا الراب. فصار في عندي راديو بوتون واحد, خليني اعطيه تكست. فبدي احكي له بوتون 1 على سبيل المثال. فممكن احط اكثر من بوتون, لكن بنفس الوقت اليوزر ما بيقدر يختار الا عنصر واحد فقط, على عكس لو كانوا هدول في يعني خلينا نحكي في برا راديو جروب. على سبيل المثال خلينا لينير مثلا ماتش, وهنا الراب, هنا الاورينتيشن فيرتيكال, خلينا نعطيها اورينتيشن فيرتيكال واحكي لها هذه خلينا نعطي بس هاي اي دي دي, خلينا الار جي مثلا اعطيتها اي دي على اساس اربط اللينير اللي قاعد. فبدي احكي له توب تو بوتون ار جي. تمام. الحين لو جيت حطينا هنا يعني احكي ماتش هذي بدل راب, خليني احكي ماتش الويث ماتش. تمام. الحين لو جيت انا جيت هنا ل خلينا احكي هذول 5 6 7 8, وهذا هو الفرق بين الراديو بوتون والراديو جروب. خلينا بس احط فيو عشان نفصلهم. ماتش 1 dB, والباك جراوند خلينا نقول بلاك اساس يعني يكونوا مفصولين عن بعض عشان نميز بينهم. لو جينا شغلنا التطبيق عندنا طبعا هو بحكي لك انه البوتون ما عادش موجود. تمام. لقيتها المميز في الراديو جروب, اذا احنا عارفين اجينا هنا بنشوف انه اللي فوق موجودين ضمن الراديو جروب. تمام. فاليوزر فعليا بقدرش يختار الا ايتم واحد من الايتمز هاي او من الراديو بوتون هدول. لكن تعال شوف اللي برا الراديو جروب هدول, لو ضغطت بقدر اختارهم كلهم, بقدر اختار اشي محدد منهم. فهاي اللي هي فائدة من فوائد الراديو من فوائد الراديو جروب, واللي بيميزها عن انه يكون الايتم موجود برا راديو جروب. تمام. هاي من اهم الشغلات اللي يعني من اهم الشغلات اللي لازم نعرفها في موضوع الاندرويد فيو. بضل عنا الامج فيو والسبانر والريسايكلر فيو. هاي امور راح ناخدها قدام يعني بشكل مفصل افضل. في عندي خلينا نحكي عن الامج فيو بشكل سريع. انا الان لو بدي اضيف اي امج ل او خلينا نحكي عن الدروابل عشان نحكي عنه. في عندي الاندرويد دروابل بشكل عام. الاندرويد دروابل او المقصود فيها هي الصور اللي انا بستخدمهم في التطبيق. في عندي اذا احنا شايفين في عندي جوا تطبيق او جوا ملفات تطبيق الاندرويد في مجلد لحاله اسمه دروابل. هذا المجلد بيكون فيه جميع العناصر اللي خلينا نحكي جميع العناصر المرئية او جميع الصور اللي انا بستخدمها في داخل التطبيق.
طبعا هاي العناصر ممكن تكون من امتدادات مختلفة، زي مثلا بي ان جي، زي جي بي جي، زي اكس ام ال فايل مثلا، زي اللي هو بيكون عبارة عن الاس اف جي، ممكن يكون في درابل شيب اللي انا اصلا بعملهم. يعني لو جيت هنا حبيت اضيف اي صورة، خلينا نيجي لموقع زي مثلا زي ايكون اللي هو فلات ايكون، ونزل اي صورة من هنا. خلينا ننزل مثلا هاي الصورة، واذا ملاحظين ان نزلتها اس اف جي. طبعا ايش الفرق بين الاس اف جي والبي ان جي؟ الفرق بينهم، خلينا ننزلها كمان مرة بي ان جي. تمام، خليها تنزل بي ان جي. تمام، لو جيت هنا تمام، لو جيت هنا حامل قبل الصورة، واجي على مجلد الدروبل، اعمل لها لصق، افتح. تمام، هو احكي لي وين بدك تنسخها. انا بدي احكي بالدروبل العادي، مش الاربعة وعشرين ركزوا فيها لان بلاش حد يوقع فيها. بعدين ايش بدنا نسميها؟ نسميها مثلا اندرويد، وهي صارت موجودة عندنا. طيب ايش الفرق بين الاس اف جي والبي ان جي؟ اذا ملاحظين هاي الصورة امتداد بي ان جي، فلو اجيت هنا حاولت اكبر الصورة، لاحظ انه البكسل تاعت الصورة بتزيد، فبالتالي جودة الصورة بتقل. لكن لو ضفت هذا الصورة كاس اف جي من خلال النيو اس، من في عندي نيو اس اف جي او فيكتور اسيست، فيكتور اسيست، هنيجي هنا from local file، هنا خلينا نيجي على الداونلود، في عندي حاجة اسمها اندرويد، خلينا نسميها اندرويد سلاش اس اف جي مثلا، على next. لو جيت هنا على الايقونة هاي اللي اسمها اندرويد اللي هو سلاش 2، قد ما كبر، يعني قد ما كبر في الصورة البكس، يعني جودة الصورة ما بتقل. ليش؟ لأنه امتداد الصورة اس اف جي، فبالتالي يعني هي بتعتمد على موضوع ما بتعتمدش على موضوع البكسل زي صور الامتداد بي ان جي. فأفضل في الأفضل دايما قد ما أقدر أستخدم صور من امتداد اس اف جي في تطبيقي. هذا بشكل مختصر لموضوع الاندرويد الدراوبل، كمان راح نحكي فيه في مواضيع متقدمة دائما. كمراجعة سريعة الآن لموضوع الكلاس والأوبجيك، يعني راح نحكي عنهم في قسم ثاني من المحاضرة، حيث ما يكون الفيديو طويل عنكم. هذا هو باختصار لموضوعنا اليوم او للفيديو هذا بخصوص برمجة التطبيقات، او عفوا بخصوص اللي هو الاندرويد لايف سايكل، وبخصوص الاندرويد دروبل والاندرويد فيو. ان شاء الله في الفيديو القادم راح نحكي عن الكلاس والاوبجيك كمراجعة سريعة، راح نعمل شوية تطبيقات عليهم حيث أن يكونوا مفهومين قبل ما نبدأ بشكل فعلي في برمجة التطبيقات. هذا هو محاضرتنا لهذا اليوم. بتمنى الشرح